بسم الله، نبدأ مع بعض التوزيع الطبيعي. والتوزيع الطبيعي هو المقصود به هو توزيع احتمالات البيانات بشكل نورمال. ولما تكون بشكل نورمال، احنا عندنا النورمال ليه خصائص. اول حاجة انه بيبقى سيمتريك على المحور الخاص بيه، على المحور التماثل. المتوسط بتاعه بيبقى زيرو بصفر، والانحراف المعياري بواحد. كلمة طبيعي هو كل الظواهر الطبيعية اللي لم يتدخل فيها البشر أو عمل اكسبيرمنت، عبارة عن مشاهدات. فهنا بتاخد قيم متماثلة على الجنبين، وبيبقى القيم الأعلى بتبقى قليلة، والقيم العالية قليلة، والقيم القليلة قليلة هنا النسب بتاعتها. وبيبقى غالبية المتوسط ارتفاع التكرارات فيه. فلو احنا جبنا مثلا ايه الأطوال، الأوزان، كل ما هو طبيعي، فلو جينا جبنا التوزيع الخاص بيه، احتمالات الناس او طولهم او اوزانهم قليلة، فهيبقى قليل جدا الفريكوانسي بتاعهم او التكرار. وكل ما بنقرب من المتوسط فالتكرارات بتزيد جدا، وكل ما بنروح للاوزان او الاطوال الكبيرة فالاعداد بتقل، الفريكوانسي بتقل. وبالتالي احنا نقدر نقول ان الاحتمالية بتتوزع بشكل سيمتريك، بشكل الجرس المقلوب، ودي بتبقى بنسميها التوزيع الطبيعي. الميو هي المقصود بيها هي القيمة اللي بيتوسط عندها القيم، والانحراف المعياري مقدار التحدب الخاص بهذا المنحنى. طيب، من خصائص هذا التوزيع زي ما قلنا انه توزيع سيمتريك، وانه بيبقى بشكل متماثل على الجنبين. احنا هنا هناخد حاجة اسمها الستاندرد، اللي هو النورمال ديستريبيوشن. ستاندرد نورمال ديستريبيوشن وهو التوزيع الطبيعي المعياري، والهدف منه هو ان احنا نقدر نقرب بعد كده اي توزيع تاني، وبيسموه ساعات الزد سكور. في عندي حاجه امبيريكال رول، او الاحتمال النسب اللي تحت المنحنى. هو بيقول لي ان لو احنا عندنا هنا ميو في الوسط بزيرو، فبالتالي ان احنا لو نقصنا سيجما واحد سيجما وزودنا واحد سيجما، فاحنا هنغطي تقريبا 68% من المجتمع نفسه اللي محل الدراسة. ولو زودنا بلس 2 ونقصنا 2، فبالتالي احنا هنغطي تقريبا 95% من مجتمع الدراسة. ولو زودنا 3 سيجما و3 سيجما على ونقصنا 3 سيجما من طرفي المتوسط، فاحنا كده غطينا 99% و7 من 10 من الدراسة. تمام، اللي هي نسبة النسبة تقع ما بين الاتنين دول. اوكي، بعد كده هو بيقول لي ازاي نقدر نتعامل مع التوزيع الطبيعي ونوجد الاحتمالات بدالة الكثافة. دالة كثافة الاحتمال اللي هو بيتكلم عنها، احنا عندنا قاعدة، بس هي طبعا المفروض بتيجي عن طريق التكامل، اللي هي المساحات اللي تحت المنحنى في الستاندرد نورمال ديستريبيوشن اللي هو الزد سكور. ولكن هو هنبدأ نستخدم التيبل. التيبل ده بيكون فيه القيم، فيه بوزيتيف ونيجاتيف، بيقدر يحول لي التكاملات اللي تحت المنحنى ويحولها لي لقيم، والقيم دي تعتبر المساحة، وهي تساوي الاحتمال اللي اندر كيرف، اللي تحت الاحتمال اللي تحت المنحنى. وبالتالي احنا هناخد القيم ازاي نقدر نجيب المساحة الاريا اللي تحت المنحنى. بيقول لي اول حاجة لو احنا عندنا الطالب احتمال ان زد تكون اقل من القيمة دي، فبالتالي انا لو على المنحنى اللي عندي، فإن القيمة اللي عندي هنا زد 1.58، المنحنى الجدول بيجيب لي المساحة اللي تحت المنحنى وناحية النيجاتيف انفينيتي أو سالب ما لا نهاية. وبالتالي أي قيمة في المنحنى هنا بنروح نجيبها مباشرة. طب إزاي نكشف عن القيمة دي؟ المنحنى بيجيب الشكل ده مباشر، فبنسمي هنا دي كشف مباشر عن 1.58. طب إزاي؟ هنا الجدول بيكون متقسم كده. هنا بندور على 1.5، وهنا بنروح عند 8 من 100، وننزل نجيب التقاطع الخاص بيهم. وهنا تبقى دي المساحة الاحتمالية اللي عندي. فالمساحة الاحتمالية هنا طلعت 0.94269. القيمة دي بقى هي تساوي احتمال المساحة اللي أقل من الجزء ده، فكل المساحة دي مساحتها بالقيمة دي، وهي تساوي احتمال أن يحدث هذه النسبة. وبالتالي أنا لما اجي اجيب مساحة معينة، فببدأ اجيبها بالشكل ده. طب ازاي اطلع للجدول فوق ونروح للجدول؟ ادي الجدول هنا، بقول واحد فاصل، انا عايز اكشف عن في البوزيتيف عن 1.58. 1.58 هنلاحظ هنا، ادي 1.5 هنا في الصف ده، وافضل ماشي لحد ما اوصل ل 8 من 100، وانزل مع التقاطع مع هذا الصف فيوصل الرقم اللي عندي. وبالتالي انا كده جبت المساحة الاحتمالية اللي تساوي احتمال
القيمة اكس اقل من الرقم ده. طيب السؤال هنا اصلا بيقول ايه؟ هنا بيقول لي لو عندك ترمومتر الافريج بتاعه بيقرا صفر والستاندرد ديفيجن بواحد، طالما المين بتاعه بصفر والستاندرد ديفيجن واحد فده يعتبر زد سكور، زد سكور اوكي اللي هو ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. ودرجه الحراره هنا بيقول لي خدنا درجه عشوائيه لقينا احتمال، هو بيقول لي يوجد احتمال ان الدرجه دي تكون تعمل قرايه لزان، كلمه لزان دي معناها اقل من، يبقى انا اقل من القيمه دي فهو احتمال البروبابيلتي اقل زد اقل من 1.58. بعد كده اول ما الاقيها اقل الجدول بتكشفها مباشر فنقول دي كشف مباشر من الجدول، فنروح نكشف من الجدول 1.58 يطلع لي هذه المساحه اللي تساوي الاحتمال المطلوب. تمام، لو هو طلب تحويلها لنسبه مئويه يعني طلب برسنتج لهذه النسبه، فانا اخد الناتج اللي هنا ده واضربه في 100 فيتحول للنسبه المئويه اوكي. لو هنا بقى عندي اكبر من، طب اكبر اجيبها ازاي؟ هو هنا في قاعده بتقول ان المساحه الاجماليه اللي تحت المنحنى دي كلها بواحد، المساحه الاجماليه تحت المنحنى بواحد، وبالتالي انا عايز اجيب المساحه الاجماليه اللي تحت المنحنى لازم اجيب المساحه وبعد كده اطرحها من واحد. طيب ازاي انا اعرف اجيب مساحه القيمه الاصغر من 1.23؟ طب اجيبها ازاي؟ اول حاجه انا لما بكشف بقف النقطه اهي نيجاتيف 1.23، هي الجدول يجيب لي المساحه دي فقط، الجدول يجيب المساحه اللي هنا موجوده عندي. طب الجدول طالما بيقدر يجيب لي المساحه دي طب انا اعمل ايه؟ اقدر احل ازاي؟ قال لي انت ممكن طالما انت تقدر تجيب المساحه دي وانت عندك المساحه الاجماليه بواحد فانت تقول واحد ناقص هذه المساحه تجيب المساحه الاكبر من. اذا لو هو طلب اكبر فهو طالب المساحه دي، عشان اجيب المساحه اللي ناحيه اليمين الاكبر هقول واحد ناقص واكشف في الجدول عن هذا الرقم. يبقى لما نكشف عن 1.23 نطلع كده نشوف 1.23 في الجدول 1.2، بس طبعا في جدول النيجاتيف، جدول النيجاتيف 1.2 هنا جدول النيجاتيف مش كامل، هنا ممكن نجيبها 1.2 ادي 1.2 وعند 3%، فهنا هتطلع لي الرقم ده 1.2 وبعد كده عند 3% يبقى 0.1093، فبنزل بعد كده يبقى هو القيمة اللي جت هنا اهي 1.3 اللي هي 0.13. بعد ما بنجيبها هنبدأ نطرحها من واحد يطلع لي هذا المساحة. يبقى نقول كده تاني انا عملت ايه عشان اجيب اكبر؟ اكبر يبقى هروح اقول واحد ناقص، لان دي ما تجيش من الجدول مباشرة، هو عايز المساحة الاكبر المساحة دي، فانا اقول واحد ناقص المساحة اللي هنا. المساحة اللي هنا ازاي؟ اروح اكشف عن القيمة اللي هو مدهاني هتطلع 0.1093، اطرحها من واحد فيطلع لي المساحة الباقية عندي. يبقى اذا اكبر بطرح من واحد، واحد ناقص، اما لو كان العادية فبقول كشف مباشر، كشف مباشر اوكي. يبقى انا كده خدت اصغر وخدت اكبر، اكبر بيبقى فيها طرح من واحد اما اصغر كشف مباشر. بعد كده لما يجي يقول لي انا عايز بتوين هنا بيقول لي بتوين قيمة وقيمة اخرى، فانا بقول هنا ان الزد تقع ما بين، اقول probability of زد تقع ما بين النيجاتيف والبوزيتيف او الصغير والكبير اللي هي سالب 2 1.5. هنا بقى بكشف وبكشف لان هو هنا بيقول لي انا عايز ما بين هنا، فبحط القيمة اللي هنا سالب 2 وقيمة 1.5، فانا عايز اجيب الكشف ده بعمل ايه؟ اكشف عن دي لحد الاخر واكشف دي لحد الاخر، لان الجدول بيجيب لي مساحة من النقطة هنا لحد الاخر لحد النيجاتيف لحد السالب ما لا نهاية، وهنا بيجيب لي من النقطة دي لسالب ما لا نهاية، ولو كشفت عن الاتنين وطرحتهم من بعض هيديني المساحة اللي ما بينهم. فبالتالي انا هنا هروح اجيب كشف عن 1.5 اللي هي القيمة الاكبر واجيب كشف عن نيجاتيف 2 واحطهم عن بعض واطلع الناتج عندي. يبقى اذا بكشف وبكشف وبطرح. يبقى انا كده لو بصينا انا عندنا تلات افكار، ايه هما التلات افكار؟ واحد يا اما كشف مباشر، دي كشف مباشر لو كان اقل، لو كانت اقل فانا بكشف في الجدول مباشرة، لو كانت اكبر فبكشف واطرح القيمة من واحد اكشف عنها تطلع الناتج ده اطرحه من واحد يطلع لي الناتج. طب لو ما بين بتوين قيمتين اكشف واكشف واطرح، اكشف عن القيمة دي الاول واحطها واكشف عن دي واحطها واطرحهم من بعض يديني القيمة اللي ما بينهم. يبقى هنا هو عنده ثلاث حالات، ايه هما الثلاث حالات؟ اصغر من فهي كشف مباشر،
اكبر من، فهي طرح من واحد ونكشف ونطرح من واحد، ما بين فنكشف ونكشف ونطرح القيمتين من بعض. اوكي، وبكده نقدر نكون خلصنا الجزئية الخاصة بالنورمال ديستريبيوشن.